اتعرضوا لاضطهاد وملاحقه لان هم من نقطه الدوله. ايوه انا عايز اقطع دوله الفساد. ايوه انا واقفه باسمي وباسم كل من اعرف على اسقاط دوله الفساد والظلم واقامه دوله العدل. أيوة. مع سمير حسين حملاوي من الشراكين الثوريين، وبعدها مع فيلم ابو الوهاب شهيد 28 يناير، وبعدها مع سعد اطلس وزكريا عبد العزيز. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. شكرا يا هاشم، شكرا يا زملاء. الشارع اللي احنا واقفين فيه ده الشارع اللي انا دخلت منه انا وزملاتنا للتحرير يوم 28 يناير. كنا جايين مسيرة من مسجد رابعة العدوية، من جامع رابعة العدوية لحد هنا، وده الشارع اللي دخلنا منه لميدان التحرير في جمعة الغضب، وكانت الساعة بالظبط الساعة 5:30 الظهر. 11 شهر بعد الموقف ده احنا قاعدين واقفين في نفس الشارع وقاعدين بنحشد ليناير، لكن المرة دي احنا بنحشدش بالسيف، احنا مبنبدأش بالسيف، ومش عايز اي حد يحبط. كلنا يوم 12 فبراير او معظمنا كان ساب الميدان، وكان في ناس محبطة وكانت فاكرة ان خلاص الثورة سرقها العسكر، لكن في ناس كملت وكملنا اعتصام وكملنا مظاهرات. 9 مارس كان هجوم علينا شديد، وكلنا انا فاكر كنا في حالة احباط شديدة لما شفنا ظهور زملاتنا وهي متشرحة بالكرابيك وبالضرب، وبناتنا واخواتنا تم الكشف على عذريتهم وانتهاك عرضهم، وفي ناس كتيره ساعتها افتكرت برضو ان الثوره ماتت، لكن الثوره ما ماتتش، وكانت عائلات الشهداء والضحايا اشتبكوا مع الشرطه بعد كده في يونيو في ماسبيرو، واتفجرت مواجهات، وقمنا باعتصام 8 يوليو اللي هو برضو لما اتفض على ايد قوات الجيش اللي اقتحمت مسجد عمر مكرم بعد كده، وما سمعناش حد من السلفيين بينددوا او بيشجبوا اللي حصل. في ناس كتيره برضو افتكرت ساعتها ان الثوره انتهت، لكن ما انتهتش، وشفنا احداث محمد محمود في نوفمبر، شفنا ديسمبر بعد كده. اللي انا بقوله لكم هو نفس الكلام اللي اختنا سميره بتقوله، ان رهاننا لازم دايما يبقى مع الشعب. الثوره دي مش هتتحسم لا في 18 يوم ولا في 18 شهر، احنا قدامنا معركه طويله، والمعارك دي هتبقى فيها هزائم وانتصارات، لكن مش لازم نحبط فيها ابدا. مؤخرا حصل هجوم على الاشتراكيين الثوريين وعلى الاناركيين وعلى اليسار بشكل عام من الدولة ومن القوى الإسلامية بدعوة وزعم ان احنا عندنا مخطط لحرق البلد يوم 25 يناير 2012، لكن الكلام ده التاريخ بيكرر نفسه. كلنا نبص تاني على الجرائد، سنة 52 كانت بتقول ايه، 54 كانت بتقول ايه، سنة 77 كانت بتقول ايه، ويناير 2011 كمان كانت بتقول ايه. المخطط الوحيد لحرق البلد موجود عند قيادة الثورة المضادة اللي هو المجلس العسكري اللي هنطيح بيه، وكلمة لنواب الشعب المنتخبين، وكلمة لعضو في أي مجلس من المجالس العليا اللي موجودة دلوقتي، إن أي مجلس وأي برلمان مش هيبقى عنده صلاحيات محاكمة المجلس العسكري وإرسال لواءاته إلى سجن طرة يبقى مجلس طراطير، مجلس ملوش لازمة، مجلس مش هنخشه. وآخر حاجة عايز أعلن عليها، إن يوم الاثنين الجاي الساعة 4 في وقفة قدام نقابة الصحفيين من أجل التضامن مع حركة الاشتراكيين الثوريين والاشتراكيين التحررين، وأرجو إن كل الناس هنا تحضرها، وأشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين. ولد واحد من نواباتنا وشهدائنا، الأرقام اللي سمعنا عنها مش حقيقية طبعًا، الأرقام اللي سمعناها الأرقام اللي سمعناها. حاضر تحترم، حاضر. عاوز تتكلم؟ حاضر تحاضر. بعد ابو مهاب بس بعد اذنك. الارقام اللي سمعناها ان 1000 شهيد و1000 مفقود، مفيش حاجه اسمها بعد 11 شهر وشويه من خلع مبارك في 1000 مفقود. يعني بنحتسب ال1000 مفقود التانيين جنب ال2000 اللي راحوا فعلا، فعندنا 2000